ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو جديد النيسان جوك الشكل الجديد، هنتكلم على كل حاجه من جوه ومن بره. حاجه من وش العربيه بقى، ايه رايكم فيها؟ واخده طبعا نفس الفكره من الشكل القديم، في شويه تعديلات حلوه كده زي ما انتم شايفين. الدي لايت بقى رفيع شويه وشكله حلو قوي، حتى الفانوس ده برده بص عاملين زي النجمه، وفي اللاد تكنولوجي اللي قبلها كانت اللانس حلوه قوي بصراحه، وفي شويه كروم كده عند الشبكه، والشبكه برده شكلها حلو جدا. الكبوت طبعا زي ما انتم شايفين ان هو صغير، العربيه صغيره شكلها لذيذ، ودايما زي ما انتم شايفين في فجات، والفجات دي فيها شبكه بس الشبكه دي فيك، مش بتدخل الهواء مثلا للكاوتش او حاجه. طيب نتكلم بقى على جنب العربيه. زي ما انتم شايفين العربيه اصلا صغيره، الطول بتاعها 4 متر 200، عرض 1.70 متر، فزي ما انتم شايفين كده العربيه اصلا مدملكه شويه مع ان هي كروس اوفر. لو اتكلمنا على الجنب بقى ان ديتيلز، العربيه بتيجي بجنطه 19، الكاوتش 225 على 45، فلازم تخلي بالك في المطبات وانت ماشي بالعربيه دي. والعربيه كمان عاليه على الارض، ارتفاعها 17 سنتي و8 من عشرة. وكمان بتيجي زي ما انتم شايفين بالمرايات السوداء، والاوكر فيها الكيلس انتري ان انت تقدر تفتح من الباب على طول، فدي حاجه حلوه قوي في العربيه. زي ما انتم شايفين بقى الجوك في حاجه مختلفه فيها قوي، فكره الاوكره بتاعت الباب اللي ورا، ما تبقاش عارف انت هتفتح ازاي، يعني المفروض بتفتح كده، تفتح كده ولا كده، بتبقى متلخبط شويه. على فكره دي ممكن تبقى مشكله للعيال الصغيره، العيال الصغيره هي قاعده مش هتعرف تطول اصلا الاوكره دي عشان تفتح الباب لنفسها، لازم حد كبير يفتح لها الباب. طيب ظهر الجوك بقى زي ما انتم شايفين، العربيه ليها كاركتر لوحدها جدا. زي ما انتم شايفين كده فيها سبويلر، سبويلر ده شكله حلو قوي حتى والعربيه ماشيه، وكمان فيها الفوانيس الليد الشكل الجديد، فهي العربيه شكلها حلو قوي من ورا. بس زي ما انتم شايفين كده الديفيوزر اللي ورا ده ما فيهوش فتحات شكمان، فيعني مش مدي شكل في الاكسدام قوي. بس طبعا العربيه بتيجي بالسنسورز وبتيجي بكاميرا ورا، بس الكاميرا مش الريزولوشن الجامد قوي فيها، يعني ده بيغطي فكره ان اصلا الازاز بتاعها صغير وبيبقى رخم في السواقه، وهنجرب ده في اخر الفيديو. لو فتحنا بقى الشنطه بتاعه العربيه، فالعربيه دي شنطتها واسعه على فكره، انتوا تفتكروا ان هي شنطه صغيره بس هي الشنطه 422 لتر، فهي شنطه حلوه بس في لب كده كبيره شويه، يعني انت لو حطيت شنطه هنا وبتحاول ترفعها هتحاول يعني ممكن تاذي ظهرك اصلا وانت بترفع الشنطه، فدي حاجه رخمه شويه في العربيه. بس الحجم كبير وواسع، وكمان بتيجي بالسبير تاير جنط حديد 16، مش زي طبعا الجنط 19 اللي في العربيه. طيب تعالوا بقى نجرب القعده ورا. زي ما انتم شايفين كده الاوكره يعني هي عجباني بس هي مش عمليه. لو قعدنا ورا بقى العربيه طبعا زي ما انتم شايفين الباب اصلا بيفتح كله، تحسه زي العربيات الفرنساوي الدي اس وال 3008 كانت برده نفس الفكره. تعالوا نجرب بقى القعده ورا. القعده ورا يعني هي انا بالنسبه لي هي كويسه، بس هي كانت داخله كانت هي رخمه شويه. الهيد روم طبعا مش قوي، نفس الوقت اللاج روم برده مش قوي، يعني انا شايف وكمان فيها نفق في تيس، فانا شايف ان مثلا اتنين يقعدوا بالعافيه شويه، يعني ثلاثه الموضوع هيبقى مستحيل للاسف. بس القعده ورا لذيذه، بس لو حد اطول مني شويه، يعني انا 180 سم، لو حد اطول مني شويه اعتقد هو بقى قاعد مستريح خالص في العربيه دي ورا. كمان انا واخد بالي ان انا قاعد باصص على البتاع دي، باصص على الكفر ده، يعني انا حاسس ان انا مش شايف حاجه، شايف خرم كده، شوف قفل اللي قدامي، غير كده مش هشوف حاجه. المخدع او الارم ريست اللي هنا ده مش موجود كمان، فدي حاجه كمان تخليها ان هي مش مريحه في القعده ورا للاسف. فيها فتحه يو اس بي وفتحه فاضيه كده ممكن تحط فيها برده كوينز او حاجه زي كده، غير كده العربيه للاسف هي مش احسن حاجه في القعده ورا. بس لكن قدام العربيه قعدتها لذيذه ومريحه والكرسي تحفه وكل حاجه، بس القعده ورا مش احسن حاجه، يعني انت لو عيله كبيره مش هتبقى احسن حاجه ان انت تجيب نيسان جوك، هتجيب هتضطر تجيب عربيه اكبر منها. طيب نتكلم بقى على النيسان جوك من جوه. زي ما انتم شايفين الانتيريور ممتاز، هو شكله شبابي جدا والعربيه بصراحه روشه قوي. تعالى نتكلم على كل حاجه كده واحده واحده. نبدا كده بالديتيلز، الماتيريال. الماتيريال للاسف يعني بص هنا مفيش سوفت تاتش، سامعين الصوت؟ هنا في سوفت تاتش كويس لذيذ، طبعا شكل الالكانتارا اللي في التابلو ده شكله تحفه في العربيه دي، وفي نفس الوقت كمان هنا هتلاقيه، وفي بيانو بلاك عند الفتيس، فالعربيه مدمجه كده بشويه حاجات ممكن تبقى الكواليتي مش احسن حاجه، وفي نفس الوقت برده الالكانتارا والكلام ده كله حاجات مديه فخامه للعربيه. طيب لو جينا بقى عند العداد والدركسيون والكلام ده كله، طبعا العربيه دي بتيجي فيها مثبت سرعه وتقدر تتكلم مثلا ترد على التليفون والكلام ده كله عن طريق الدركسيون مالتي فانكشن، بس العداد كمان جاي انالوج، وفي شاشه في النص، الشاشه في النص دي كبيره وحلوه، بس العداد الانالوج، مع ان العربيه دي يعني احنا دلوقتي العربيات كلها تتبعها بقت
العدادات كلها ديجيتال، والعربيه دي طبعا شكلها روش وشكلها تحسه في المستقبل شويه، بس في نفس الوقت يعني للاسف هم حاطينها انالوج، دي حاجه مش لذيذه خالص في العربيه دي. طيب الكونسول بقى زي ما انتم شايفين هي جايه برضو من الموديل القديم، لو انتم حد كان شاف الجوك القديمه نفس الفكره، نفس فكره الدايره اللي عند الفتيس والكلام ده كله، بس طبعا شيك قوي الكنتارا اللي فيها، وفيها زرار ستارت انجن، وفيها المودز قبل الفتيس اللي هو بتجيب منه السبورت او الايكو والستاندرد. فتحات التكييف بقى نبدا نتكلم واحده واحده عليها، هي شكلها تحفه مديه كده اللي هي شكل الجتس كده، روشة قوي شكلها حلو جدا. الشاشه كمان حلوه، بس الانفوتيمنت سيستم اللي جوه السيستم بطيء شويه، لو احنا قعدنا نجربه كده تلاقي الموضوع بطيء وفي لاج كده شويه وانت بتدوس على الزراير، بس في نفس الوقت انت لو حطيته هو بيشغل كار بلاي والاندرويد اوتو فده بيقدر تتعامل معاه اسهل بكتير. المساحات التخزين بقى في العربيه دي واحده واحده كده نتكلم عليها. الباب حلو طبعا، واسعه، هنا كمان في 2 كاب هولدرز حلوين، في هنا برضو تقدر تحط موبايلك، والجلوف بوكس كبير واسع قوي يا جماعه انتوا مش متخيلين. ولكن الارم ريست بقى اللي انت بتسند عليها دي هي شكلها حلو الكنتارة وكل حاجه، بس من جوه بجد صغيره جدا، صغيره قوي ان انت يعني ما تقدرش تحط فيها اي حاجه قوي، اخرك كوينز مثلا تحط المحفظه بالعافيه يعني. طيب نتكلم بقى على الكرسي، الكرسي بتاعها حلو قوي يا جماعه انتوا مش متخيلين، هو جلد وفي هنا حته الكنتارة وهو مدي شكل السبورت كده او اللي هو باكيت سيتس زي ما انتوا شايفين. الحته اللي فوق دي حلوه قوي وكمان فيها سماعتين بوز حلوين جدا، فدي اصلا فكره جديده ومش اي عربيه ممكن تلاقي فيها فكره السماعات اللي في الكرسي. طيب نتحرك بقى بالعربيه نشوف كده اخبارها ايه في السواقه وتجربه القياده كده كامله واحده واحده. طيب نتكلم على الموتور بتاع العربيه نيسان جوك. العربيه دي بتيجي بموتور مختلف جدا، العربيه بتيجي بموتور 1000 سي سي 3 سلندر 117 حصان 180 نيوتن متر، بتتكلم طبعا في ارقام قليله جدا، بس الفكره في ايه ان العربيه دي بتيجي بفتيس الدي سي تي. فتيس الدي سي تي ده هو تقريبا اللي مخليها ان هي فايقه شويه، انا في السواقه انا سايقها من الصبح العربيه برضو ريسبونسيف جدا من غير حتى ما ادوس على زرار السبورت او ان انا اجرب السواقه بعنف والكلام ده كله. طبعا العربيه اصلا من 0 ل 100 بتتكلم في مثلا 11 ثانيه، فطبعا ده ارقام قليله، بس العربيه اصلا اقتصاديه، الموتور صغير بيوفر بنزين، كل الحاجات دي مهمه بالنسبه لحد راكب عربيه زي النيسان جوك، ان هو يوفر تروح وتيجي بيها وفي نفس الوقت تبقى شكلها شبابيه وشكلها حلوه، تبقى مش مكسوف او مش متضايق من شكلها. طيب العفشه العربيه، العربيه دي بتيجي خلي بالكم بجنط 19، فطبعا انا حاسس بنقر خفيفه كده. في نفس الوقت العربيه دي بتيجي بعفشه ورا اللي هي التورشن بيم مش المالتي لينك، زي ما انتم شايفين كده ان هي بيبقى في فرق للاسف في ان هي تبقى مالتي لينك والتورشن بيم، فطبعا ده مش حاجه لذيذه في العفشه بتاعه العربيه، بس في نفس الوقت الموضوع عادي يعني على السواقه الطبيعيه عادي. وخلي بالكم ان الجنط 19 ده برده جنط تقيل فمتقل العربيه. فكرتها ان هي كمان عاليه عن الارض فمخلي ان العربيه لذيذه، سواقتها لذيذه في المطبات برضو، انت مش قلقان مش خايف العربيه تحك والكلام ده كله، فدي حاجه لذيذه في العربيه نيسان جوك. العوامل السيفتي بقى اللي بتيجي في العربيه، العربيه دي بتيجي بسته ايرباج، دي حاجه حلوه جدا، طبعا بتيجي بالاي بي اس والاي بي دي والتاير مونيتورنج سنسور والكلام ده كله، فالعربيه بصراحه ما شاء الله في موضوع السيفتي ممتازه. طيب زي ما اتكلمنا الحاجات اللي برضو من الوحشه اللي في العربيه النيسان جوك هي اللي انت تبقى مش شايف من الازاز اللي ورا، العربيه فعلا الظهر والازاز اللي ورا صغير جدا مش بيخليك ان انت تبقى مستريح او سايق وشايف اللي وراك بالظبط، فدي حاجه رخمه، لو في حد كمان قاعد ورا او ثلاثه قاعدين ورا انت مستحيل تشوف من خلال الازاز اللي ورا، فدي حاجه رخمه شويه في العربيه دي. طيب احنا طبعا سعر العربيه دي بيتراوح في رينج 500 في سعر التوكيل طبعا، وبره هتلاقيها ب 800 و900 مالناش دعوه بالارقام دي، بس انا ما بحبش اتكلم عن الاسعار، الاسعار بقت متفاوته جدا، بس العربيه ماني تو فاليو كده كده حلوه ولذيذه وفيها اوبشنز كتير وفي نفس الوقت انت هتبقى مبسوط وانت سايقها. بس وده كان الريفيو بتاع النيسان جوك، ونحب نشكر صاحب العربيه ان هو جالنا مشوار كبير جدا في الصيام، وبصراحه العربيه يعني انا معجب بيها جدا. شكرا.